بوشي انه ما عارفني اذا كذب بيطلع مني بشعراي. ماما شو بتسوي شو بتسوي؟ الله بوشي شوف بشعر. يلا ماما ليش هيك تأخرت؟ ماما كتير تأخرت، وين راحت؟ كان اتصل علي. ألو ماما، لك ماما انت وينك؟ ليش تأخرت كتير؟ يا والله انت وينك وينك؟ تأخرت كتير، انت بالطريق؟ آه تمام يلا باي. واخيرا انا رجعت على البيت وجبت له هذا الفطومي، هذا الفستان وهذا الدستان، وهلا راح اعمل له مفاجاه لفطومي. فطومي يا فطومي، تررر لك شو جبت لك ماما؟ فطومي عملت لك مفاجاه، جبت لك هذا الفستان. وانا بحبك. شو عجبك ماما هذا الفستان؟ جبت لك هذا الفستان وهذا الجزدان. شو هذا ماما هذا طلع معه؟ ايه هذا انا اخترت لك اياه وطبقت لك اياه. شو رايك حلو؟ انا رحت على السوق حبيت اعمل لك مفاجاه، قلت انا بحب، انا بعرف انه فطومه بتحب كثير الفساتين، راح اروح على السوق واعمل لها مفاجاه واجيب لها احلى فستان واحلى جزدان، لاني ماما انا سمعتك عم تقولي لرفيتك اني انت بتحبي الفساتين وجاي على بالك يكون عندك فستان جديد، مليتي من فساتينك هدوك. حقيقي يلا حقيقي. واو شو حلو، ما شاء الله شو حلو هالفستان يا فطومة، كتير كتير حلو لابق لك. حلو ماما، حلو مع الجزدان. ماما رح اجرب اذا بساعة جوالي ممكن حطي الجوال. اجربي، لا بعتقدني صح اذا حطيت الجوال فطومة. تعال شوف والله بساعة يا ماما. ليكي عجبك يا ماما؟ حلو هذا إذا سيرحنا على مكان أو مشوار وهيك وبلبسه فوق. إيه كتير حلو. بس باخذ معي جوال وباخذ الشنطة. يا كتير حلو الفستان. يلا مبروك يا فطومة، أهم شيء أن تكوني مبسوطة حبيبتي. يلا ماما روحي اشتحي وخبي. خير يا فطومة؟ كثير عجبني. اي مبروك ان شاء الله. تعبوا اضل اشوف الاضل. ماما هذا حقه 1000 ليره. ليره فطومي. ماما راح على المطبخ، شو جاي على بالك اطبخ لك اليوم؟ طبخي لي ورق عنب. ورق عنب يلا تكرم عينك. يلا انا رايحه اطبخ. انا حكي رفيقتي تالا وقال لها ما اشتريت لي فستان كثير كثير غالي حقه 5000. فكرة خليها تغار حقه 1000، خليها تغار عاد. أنا بحب أغير الأولاد. ألو رفيقتي كيفك؟ الحمد لله أنت كيفك؟ كيف أمك كيف أخواتك؟ ليكي بدي أحكي لك شغلة بس لا تغاري. ليكي ماما اشترت لي هذا فستان حقه 5000. فصلت بوشي؟ ليش فصلت بوشي؟ يمكن غالي عادي، يمكن غالي. أنا حكي كل رفقاتي وخليوني غالي. يلا خلينا نتصل بالأول وحدة. شو أتصل مع مين؟ مع مين؟ أي أنا؟ عايشة، خلينا نتصل عليها. ألو؟ كيفك رفيقتي؟ شلونك؟ كيف أخواتك؟ كلهم بخير؟ بدي احكي لك شغله بس لا تغاري. اذا غرتي ما تخني انا. ليكي بدي احكي لك شغله، انا ماما اشتريت لي فستان ب 10000 كمان فصلت بوشي. يا الله عادي يمكن غاري كمان. رح اشتري، رح احكي رفيقتي الثانيه اسمها سيدرا، قصدي اسمها سيورا.
يلا شوف فاطمة شو عم تشتغل. فاطمة عم تحكي رفيتا. ليك بدي احكي لك شغله بالصغاري. انا ماما اشترت لي فستان حقه 20,000. ولا على طول 20,000 عم تكذب؟ سكرت بوشي على كيف لك فطومه؟ فطومه انت شو كنتي عم تحكي مع رفيقتي؟ ما بحكي شيء. بحكي مع رفيقتي على الفستان. ماما ليش عم تكذبي؟ ليش عم تقولي له اني الفستان ب 20؟ انا سمعتك بدانك كيف هيك كذب؟ فطومه؟ انت عم تتخيل. فطومة أنا ما بحب هالحركات. ها فطومة أنا ما بحب الكذب. ليش عم تكذبي على رفقاتك؟ ما أعرف. أنا مو قلت لك إن الكذب حرام؟ مو قلت لك إن الكذب حرام ما بيصير؟ ماما عاد أنا بحب أغير الأولاد. لكن ما بيصير تكذبي. ماما أنا مو قلت لك إن الكذب حرام والله بيحط الكذاب بالنار؟ شو أنا قلت لك؟ فطومة ماما فطومة محضر. انتبهي ها اللي بيكذب بيطلع بوشه شعر. ها لا ماما لا فطومي اوعى ها اوعى تكذبي. ها اللي بيكذب تاني نهار بيحس من النوم بيلاقي بوشه في شعر. ها ماما عادة ايه خلص انا حذرتك تصطفلي. لا ايه ماشي انا حذرتك تصطفلي. انا مو قلت لك ان الكذب حرام؟ ماشي تصطفلي. بكره شوفي كيف رح يطلع بوشك شعر تاني نهار. يلا خليكي تصطفلي انا رح اكفي طبخه. خير شبك يا فطومة شوفي قول على قامتي طلع بوشك شعر مثل ما قلت لي. ما قلت لك اللي بيكذب يا فطومة بيطلع بوش الشعر؟ انا شو قلت لك؟ اسفه هو قلت لك انا لا تكذبي؟ خليكي شايفه شو صار فيكي؟ يا طيب عمليه عمليه عشان عمليه شو يا الله ولي على قطاتك. هاتي الهاتف لشوف. هاتي لدق للدكتور. هاتي الو دكتور الو لك يا دكتور الحقني بنتي فطومه طلع بوشها شعر. شو بدها عمليه؟ طيب دكتور شو قد بتكلف العمليه؟ 10,000 دولار. طيب دكتور طيب راح ادبر المبلغ واجي اعمل عمليه لبنتي. يلا ماشي يلا يا الله ولي على قطعتك يا فطومه. لك تعرفي هاي عمليه شو وشك شو قد بتكلف؟ بتكلف 10,000 دولار. انا منين بدي اجيب لك 10,000 دولار؟ يا الله منك يا فطومة. لك ليكي كيف طلع بوشها شعر؟ كيف ترى على المدرسة؟ يا الله منك يا فطومة. ليه خصمة ثانية؟ يا الله شو بدي اسوي؟ هلا اخر رفقاتي بيضحكوا علي. تالا ورفيتي رفيقتي سيدرا. طيب انا شو وعايشة انا شو بدي اعمل لك؟ انا مين قال لك تكذبي؟ يا الله شو بدي اسوي؟ هلا بدك تعملي لي عملية. يا الله شو بدي اعمل؟ طيب هاتي شوف شو حتي خلي يدينا هالمبلغ. يا الله رح ادق لخالتك. الو اختي معاكي مبلغ 10,000 دولار تدينيني؟ والله مضطرة على عملية لبنتي فطومة طلع بوشها شعر. ايه معاكي شكرا لك يا اختي شكرا لك. ما رح انسالك هالمعروف طول حياتي. شكرا. يلا انا رح اخبر الدكتور واخذ بنتي واعمل لها عملية. يلا ماشي يلا تدبر المبلغ. تعالي يا فطومي تعالي ولي على قطاتك يا فطومي. قلت لك لا تكذبي بيطلع بوشك شعر. يلا روحي على الدكتور. يلا واخيرا رجعنا على البيت. تحتي يا فطومه؟ تحت اشوف وشك؟ اشوف؟ ما في شيء. اشوف ضل شيء؟ لا ما ضل شيء.
نظف شيء. يلا يلا ارتاحي ارتاحي ماما ارتاحي. ماما انا احسن ارتاحي. حطي مخدة يا ماما، حطي تحت راسك مخدة. تعال ارتاحي 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 يا ماما. شو تعلمنا من هذا الدرس؟ انه ما تكذبها، انه ما نكذب. اوعى نكذب ها، الكذب حرام. شايفي شو صار فيك يا فطومة؟ الكذب حرام. اذا عملت، اذا كذبت وعملت شيء مشكله، رح يطلع بوشكم شعر شعر. اذا كذبت كل يوم كل يوم بيطلع وشكم مليون شعر. فطومة لا فطومة، الكذب حرام. اللي بيكذب الله بيحطه بالنار، بيروح على النار. احبابي هذا الفيديو كان كله تمثيل وما طلع لا بوشها شعر ولا شيء لفطومة، وهذا كله كان تمثيل. كله تمثيل. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وحبيتوا الفكرة، ولا تنسوا تعملوا لنا لايك واشتراك وتكتبوا لنا كومنت حلو، ومنحبكم كثير. يلا باي.